يا هلا ومية هلا طلاب السادس الإعدادي حبايب الأبطال، نقول يا الله ونبلش بالمحاضرة الثانية من تفصيل القواعد. القواعد اللي داخلة عندك بنصف السنة مثل ما تعرفون، أي ناشر محاضرة أولى على القواعد وشارح بهاي المواضيع اللي أنا مأشر لك عليها علامة الصح. طبعا اليوم إن شاء الله راح نخلص القواعد كلها، بهاي المحاضرة الثانية راح نخلص القواعد كلها، يعني تقريبا محاضرتين راح يكون عندك درجة حلوة مرتبة بنصف السنة بما يخص القواعد. نفس هاي المحاضرات اللي خاصة بنصف السنة اللي هي اليونت الأول والثاني والثالث، القواعد داحكي، لأن القواعد يونت رابع ماكو مثل ما تعرفون، يونت رابع هو مراجعة، فبس اليونت الأول والثاني والثالث دخلات بنصف السنة كقواعد. أوكي، هذني نفس المحاضرات راح أبقيها كان للوزاري، يعني تعتمد عليه حتى بالوزارة مو بس نصف السنة. فطلاب حتى لا نضيع وقت، لأن أعرف أنت عندك مواضيع أخرى، مواد أخرى تريد تقراها، بخاطر ما أضيع وقتك، خلينا نبلش بالمواضيع اللي راح اشرحها بهاي المحاضره. طبعا اليوم احنا راح نبلش بموضوع الافعال السببيه، توقع واف الشرطيه والسؤال المنقول والعباره الفعليه. هاي الخمس مواضيع تجيك بالسؤال الثاني فرعي. السؤال الثاني فرع به هو اختيارات، هذا عليه تقريبا بالوزاره عليه 10 درجات، او مو تقريبا هو 10 درجات عليه، 10 درجات نصف السنه يجيب لك عليهم 10 درجات حسب توزيع المدرس الدرجات. زين طلاب، قبل أن نبلش بالتوقع والأفعال السببية والإف الشرطية والسؤال المنقول والعبارة الفعلية، خلينا ناكل المقبلات بالبداية قبل الطبق الرئيسي. شنو المقبلات اللي ناكلها؟ هي اختيارات القواعد. أنا أشوف هذا شيء جدا سهل وحرامات بالوزارة الضيعة أو بنصف السنة، فكل السهلات وبسيطات راح أفوت لك بهن هسه، نشرح ذني كلهن حتى شنو، حتى بين ما تحمي معدتك، ونبلش بمن بالطبق الرئيسي. فهسه راح نبلش بمن باختيارات القواعد اللي هي صفه ام الاي ان جي والاي دي، الفول والفولي، عبارات الكميه، الضروره والمنع، والشود والشودنت. نخلص بعدها نرجع على القواعد الاصليه مالتنا. اوكي يا حبايب، يلا خلينا نبلش. فمثل ما تشوفون يا شباب، نفس الشغل اللي اشتغلناه بالمحاضره الاولى اللي هي بالبدايه انطيك الاسئله واشوف لك الاسئله وصيغها، بعدين نبلش نشرح بالمواضيع. فها هي مواضيع الاختيارات اللي عندك اللي اخذناها وحكينا عليهم قبل شويه. فانا راح ابلش لك بالبدايه بمن؟ راح ابلش لك بالبدايه موضوع عبارات الكميه. عبارات الكميه، هذا الموضوع بسيط جدا وسهل، حرامات الضيعه من عندك بالامتحان نصف السنه. نفس الشيء عندك بتمارين بالكتاب، طبعا قبل لا نبلش بتمارين كتاب او العفو اللي انا خليك اياها هنا، طبعا هي كلها مشابهه، نفس الاسئله تجيك، المهم افتهمها انت هنا، واي سؤال راح يجيك راح تحله 100%. طلاب، عبارات الكميه تقسم الى قسمين. اكو عبارات تجي مع الاسم المعدود، واكو عبارات تجي مع الاسم الغير معدود. اكو عبارات تجي مع الاسم المعدود، واكو عبارات تجي مع الاسم الغير معدود. يعني شنو؟ يعني مو هذا قوس هنا راح يجيك باختيارين، اختيار من عندهم عبارة معدود، واختيار الاخ عبارة غير معدود. تباوع انت هنا بعد القوس مباشرة، احكيها الجملة وين نباوع؟ ممتاز، بعد القوس مباشرة. طلاب حبايب، بعد القوس مباشرة نباوع على اللي موجود بعده، هو راح يجيك اسم. هذا الاسم الموجود اذا معدود راح نختار عبارة معدود، إذا هذا الاسم الموجود بعد القوس غير معدود راح نختار عبارة غير معدود. ها استاذ شو شوية دختاني، شوف حبيبي، هذا الاسم الموجود هنا إذا لقيته ينتهي بأس معناها معدود، فراح تختار عبارة معدود. إذا هذا ما منتهي بأس معناها غير معدود، معناها راح تختار عبارة غير معدود. استاذ زين الله يرحم والديك، شنو عبارات المعدود؟ عبارات المعدود يا طلاب يا حبايب، يا اما تجيك ماني او تجيك اف يو. عبارات الغير معدود يا اما تجيك الاتو او تجيك ماتش. هذني ما يصير يجي بقوس واحد اثنين، هذني هم ما يصير يجي قوس واحد اثنين، يعني هاي تجي ويا هاي وهاي تجي ويا هاي، شوف هاي تجي ويا هاي. اذا هنا عندك اس أو كلمة people، هاي معناها الناس، هم جمع تجي اسم جمع،
اسم معدود شنو؟ جمع. إذا people أو كلمة منتهية بأس فمعناها هذا شنو الاسم معدود، فمعناها راح نختار عبارة المعدود اللي هي أما many أما few. وإذا ماكو اسم معناها غير معدود فراح نختار عبارة غير معدود اللي هي أما little أو much، وأيهما موجود. تعال خلينا نأخذ أمثلة حتى نطبق على هاي الملاحظة. شوف حبيبي، عندك النقطة الأولى: The headmaster had a little low a few reports on the table. The headmaster had a little low a few reports. كلمة هنا reports هاي معدود منتهية بأس، فيا هو العبارة مال معدود a little low a few، عبارة المعدود شنو؟ a few، فراح تجي تختار هنا a few. لطيف لطيف. How much low how many exercise does he take a week؟ exercise اسم منتهي بأس، لا أستاذ ما منتهي بأس، معناها غير معدود هذا الاسم، معناها راح نختار شنو يا طلاب يا حبايب؟ راح اختار هنا الماتش مباشرة لأنه غير معدود. How many لو how much meals عندي هنا meals، بيش منتهي هذا الاسم؟ هذا معدود منتهي بأس، وبما أنه معدود راح اختار لي many، وإحنا مو قلنا المعدود نختار لي أما many أو a few. حلو حلو. I have got a few little work to finish. Work. ها انت قولها معدود لغير معدود. ممتاز يا بطل، غير معدود ما منتهي بس، معناها اختار a few little، راح نختار لل a little. فمختصر الكلام، اسم معدود منتهي بس او كلمة people اللي هي هم تعتبر معدودة ناس، هاي جمع شاذ يسمونها، فتختار هنا أنا مباشرة شنو؟ تختار المعدود اللي هو أما many أو few، وإذا ما لقيناهم راح نختار a little أو much اللي هم عبارات غير معدود. هذا الموضوع الأول اللي هو عبارات الكمية. زين، نجي على الموضوع الآخر، الموضوع الثاني. شوف الموضوع الثاني يا شباب يا حبايبي يا أبطال، اللي هو الـ ED والـ ING. شوف 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 شوف، انتبه لي انتبه لي. هذا شنو هذا؟ يعني مثلا هسه تجي كلمة، أو هي مو كلمة، يسمونها صفة. هنا أنا هم صفة مش شابهات، شوف هاي صفة وهاي صفة مش شابهات، بس وحدة بيهن ING ووحدة بيهن ED. ها؟ وحدة بيهن صفة ING، وحدة بيهن شنو؟ صفة ED. طلاب، إذا لقيت هنا N بعد القوس، أو لقيت with، أو لقيت when، واحد من ذول الثلاثة N with when، ولقيت هنا عاقل، شرط طلاب يكون الفاعل عاقل. هذني إذا اثنين هنطبق أن هاي ويا هاي وهاي ويا هاي، يعني من تجي تشوف هاي ويا الفاعل عاقل والفاعل عاقل ويا ذني، لازم اثنين الموجودات بالجملة، وهاي بداية الجملة وهاي بعد القوس مباشرة، يعني لزق ويا القوس، لطش ويا القوس. فهنا طبقت شرط الاي دي، راح نختار شنو يا طلاب؟ راح نختار اي دي، ان وذ وين ويا فاعل عاقل. شوف هسه عندك جمل هنا هاي راح ناخذها. He was very frightened low frightening when he saw the spider. He استاذ شنو هي؟ هو فاعل عاقل. وين فاعل عاقل بوين؟ اذا ايش راح تختار؟ راح تختار الصفه ام الاي دي. I saw very exciting low excited Phil. حلو استاذ، الاي فاعل عاقل معناها انا. زين، Phil موجوده ضمن ذني الكلمات؟ لا ما موجوده، اذا راح نختار ING. استاذ مو فاعل عاقل. يا حبيبي والله اعرف فاعل عاقل، بس ما ويا واحد من ذني، يعني ما مصاحبه واحد من ذني الكلمات، فخلص معناها ما نختاره. اوكي زين، طبعا هاي ما اعرف شلون راح يشوفون انت الملاحظات. يقلبون شلون؟ لا ما يصير. زين خلصت يعني، هي بس هي هاي، بس هاي ملاحظة عندك يعني اللي خاصة بالإيد ولا ينجي. يعني مختصر الكلام، تلقى إن وذ وين وفاعل عاقل، إيش راح تختار؟ راح تختار إيدي. ما تلقى ما طبقت وحدة من عدهن، يعني هاي ويا هاي وهاي ويا هاي ما صارت، تختار أم ولا ينجي. شلون ما وضحت لك هسه بالأمثلة؟ زين، نجي على الـ على الـ على الـ على الموضوع الثالث اللي هو أبو الشد والشودنت. هسه شباب ترى انتم تشوفون انا داشرحني بهاي السهوله، عبالكم يعني الماده داشربتها شربت لك. ترى بالمناسبه هذا وزاره احكي لك اني، يعني هسه هاي الجمل انا من جايب لك ياهن، صح انه بالكتاب بس هم ناسخ لك ياهن، وزاره جايب لك ياهن، يعني ما جايبهن من جيبي. يعني هاي الملاحظات اللي جايبها مو ملاحظات عاديه، تعب سنوات
وبعد ما شايف كل الأسئلة الوزارية، بعد ما نطلع على الكتاب، بعد ما نطلع على الأسئلة حتى الإثرائية، أكو أسئلة إثرائية تطبق عليها هاي الملاحظات. فيعني خلي ببالك إنه أنا مو جايب لك إياهن دا سهل عليك، لا هي هذا الشرح مالته. فشوف عندي شود وشودنت. شود معناها يجب، شودنت معناها لا يجب. أنا ذني همي أن أجي أباوع على الكلمة الموجودة بعد القوس، هاي الكلمة هنا أو هذا الفعل هنا، إذا مس أو fail أو get lost. get lost miss fail get lost هذني الثلاثة من نشوفهم بعد القوس واحد من يومهم راح تختار مباشرة shouldn't. أنت وصاد عيونك، أنت ومغمض، أنت ومسيطر، أنت وحاط يدك على وجهك، أنت هاي المهم تختار مباشرة شنو قبل تختار shouldn't. زين استاذ ماكو مس ولا فيل ولا هاي، تختار شد يعني خامة عبا فارغة، أكيد هتختار العكس. We left 2 hours early. We should لو shouldn't miss the plane. We should لو shouldn't miss the plane. عندي هنا أنا miss بعد القوس إذا راح أختار shouldn't. زين I have studied for the exam. I should لو shouldn't fail. fail أختار شنو؟ أختار shouldn't. زين He studied hard. He should لو shouldn't pass the exam. عندي هنا أنا pass موجودة ضمن ذني الكلمات، لا أستاذ ما موجودة، إذا نختار مباشرة should. ها لطيف الأمور، حلوة طيبة الأمور. أي أستاذ طيبة الأمور. يلا هسا نبلش بالموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده اللي هو الضرورة والمنع اللي حكينا عليه قبل شوية. الضرورة والمنع، شوف حبيب أنا راح أشرح لك. شوف هذا الموضوع يعتمد على من؟ على المعنى. استاذ انا ما عندي معنى وما عندي ترجمه، ما اعرف اترجم الجمله، يعني صفر صفر بالترجمه حرفيا. يعني ما لو تقول لي الكار ما اعرف سياره بالجو الا انت تقول لي اياها، او الا راح اترجمها بالجوجل. فانت هنا شو تسوي؟ ما راح اجي اقول لك روح تعلم ترجمه وتعال حل. انت عندك وزاري وعندك بعد 5 اشهر على امتحان وزاري، وبعد 10 ايام على نصف السنه، او 5 ايام او 11 ايام اقل، شو راح تروح تدبر حالك انت بالامتحان؟ ما تقدر. فطلاب باوع لي هذا قوس، هذا قوس، هذا القوس هنا يا اما يكون عندك مثبت او يكون عندك منفي. يعني شلون؟ يعني المثبت have to او need to او must، هذا يجي واحد من عندهم، اما هاي او هاي او هاي. المنفي don't have to needn't بدون to والmustn't. اوكي معناها منفي هنا وهذا هنا مثبت. شوف حبيب وحده من هاي راح تجيب وياها، وحده من هاي راح تجيب وياها، يعني وحده منا وحده منا من هذا الفريق. هذا الفريق تختاره اذا اكو بعد القوس، تختار واحد من ذني، يعني اللي تجيك مثبته واحد من ذني، هذا الفريق راح تختاره شو وقت؟ لما تلقى بعد القوس كلمه slow أو put أو where، العفو where أو prevent يمنع. هذني من نشوف واحد من عدن هاي أو هاي أو هاي أو هاي، راح ترجع تختار من هو، تختار المثبت. يعني لو تختار have to لو need to لو must. استاذ شو مطيني أمثلة خلي أشوف بالله؟ تعال علي، تعال خلي أشوف ذني الأمثلة. There is petrol in the car, so you need to لو needn't go to the petrol station. عند الفعل go بعد القوس، هذا الفعل موجود ضمن ذني الأفعال الأربعة أو ذني الكلمات الأربعة. شوفوا أكو فعل go هنا ذكرنا، لا، فإذا إيش راح نختار؟ راح نختار المنفي. زين نجي على الجملة اللي بعدها 12. You are driving so fast. You have to لو need to slow أو needn't slow down. عند slow أنا شايف كلمة slow هنا أتذكرها أستاذ من فريق المثبت، فراح أرجع أختار الجملة المثبتة. زين police officers must لو mustn't prevent. كلمة prevent أستاذ أنا شايفها أنت شارح ليها من ضمن فريق الإثبات، فإذا راح أختار المثبتة. يا هي المثبتة من عندهم must لو mustn't، أكيد must. أوكي سهلة وبسيطة جدا، ما يراد لها شيء، يعني سالفتها كل السهلة. اوكي زين عندك الفول والفولي اللي هو الموضوع الاخير، هذا مو مهم بالوزاري،
ليش خليت لك اياه اخر شيء؟ هذا يعني تقريبا بلوزاري جاي 8 مرات. ايش كم مره جاي بلوزاري؟ جاي 8 مرات. هاي الثمان مرات اللي جاي كلها تختار فولي. ايش نختار؟ نختار فولي. شوف حبيبي، اذا لقينا بالجمله فعل رئيسي فسوف نختار الفولي، الكلمه اللي بيها شنو؟ الكلمه اللي بيها فولي. يعني شنو فعل رئيسي استاذ؟ الرئيسي يا شباب اللي اقصد به ينتهي باي ان جي او ينتهي باي دي او ينتهي باس او هو تصريف ثالث، يعني ذن اللي هن شنو تحكي عليهن اللي هن افعال رئيسيه. فمن نشوف بالجمله اذا قبل القوس بعد القوس قبل القوس بعد القوس مباشره تختار الفولي. يعني هسه مثلا نعطيك مثل امثله هنا ناخذ هاي امثله ثلاث وزاريات. يعني مثلا عندك هسه هاي الجمله جايه مرتين بالوزاري، هاي جايه مرتين بالوزاري، هاي جايه مرتين بالوزاري، هذني جايه ست مرات بالوزاري. The story was beautiful or beautifully written. The story was beautiful or beautifully written. عندك كلمة written تصريف ثالث فمباشرة تختار أم الفولي. He drives the car carefully or carefully. Drives فعل بنتهي بأس فمباشرة حتختار أم الفولي. The picture was beautifully beautiful or beautifully painted. Painted تصريف ثالث بنتهي بإيدي إذا راح تختار أم الفولي. وينتهي عندك الموضوع كامل خلاص. هاي هي اختيار شرحناهن. ايش قد شرحناهن؟ بربع ساعة، يعني اربع خمس مواضيع شرحت لك انا بربع ساعة. هاي ربع ساعة راح تروح بالامتحان انت مال نصف السنة، راح تقول استاذ هارون شرح لي اياهن جزاه الله الف خير، وتروح تقوم شو تسوي؟ قال ابالا ورتو قال قال عم حسين واحسب من واحد للعشرة واحد اثنين. لك لك قراهن، لك قراهن بوي، لا تضيع تعبني، صوتي مبحوح ودا احكي لك اني، تريد انت بالامتحان تروح تشمرهن عليك يا الله. لك اذا سويت هاي الحركه وجيتني بالنصف السنه قلت لي سويت هاي الحركه الا املص اذانك. فشو تسوي انت هنا؟ اذا قريت ذني راح تطلع لي 8 الى 10 درجات، من 8 الى 10 درجات، ومبروك عليك 8 الى 10 درجات مقدما بربع ساعه. خلصنا الاختيارات نروح على المواضيع الاخرى. طلاب حبايب، جمله 17 وجمله 18 وجمله 19 هذني خاصات بموضوع التوقع اللي هو الاكسبكتيشن. كلمة expectation احفظ ليها أكثر مما تحفظ اسمك، معناها توقع. أو مرات بين قوسين مثلا يجيب لك بالمطلب، بالمطلب هذا بالمطلب هيجي راح يقول لك استخدم should or shouldn't، نفس الشيء معناها موضوع التوقع هذا، يعني لا تخاف. فكلمة expectation أو يقول لك استخدم should أو shouldn't. شو مثلا هاي قال لك rewrite the sentence، أعد كتابة الجملة مع should أو shouldn't. هاي تجي في الامتحان استاذ شنو هاي؟ هاي منين هاي جايب الموضوع؟ لك هو نفسه هو مو كامل يقول لك توقع، قايل لك على اساس يدي قشمرك، قل انا اذا انت لوتي انا الان استاذ مالتك، فيعني خلاص تقدر تعرفها من خلال كلمه شد او شدنت او من خلال كلمه اكسبكتيشن اللي هو موضوع التوقع. هذا ثابت بالوزاره على درجتين، وبنصف السنه حيجيك على درجتين. طلاب انتبه وياي، خاطر خليك مرتاح بالاخير. شوف حبيبي، موضوع التوقع اكو عندك جملتين. ايش قل عندك؟ عندك جملتين. جملتين او ما راح اقول لك جملتين، ختولي عوف ليها خش راح اسعيك صعبه، راح اسهل لك اياها اكثر. تجي بالموضوع تحدد كلمه اي ثينك وتحدد كلمه اي دونت ثينك. تحدد كلمه اي ثينك واي دونت ثينك، هذا اللي حددتهم انت. اوكي، حددنا كلمه اي ثينك واي دونت ثينك. شوف حبيبي، ايش راح تسوي انت هنا؟ خلي جواهم خط. هذا القبلهم، هذا القبل اي ثينك واي دونت ثينك اللي هو هذا الحكي هنا، حكي سوالف خرط. هذا السوالف الحكي الخرط كله تنزله نفس ما هو، تنزله مو تروح تغير بيه، نفسه تنزله. حلو حلو. تجي تحذف الاي ثينك والاي دونت ثينك، تحذفهم. ها تحذف شنو؟ الاي ثينك واي دونت ثينك. استاذ بحث عشان هاي طلعت اذا حذفناهم بعد ما بقى شيء خلاص انتهت. اكو ورا الاي ثينك والاي دونت ثينك شنو؟ اكو فاعل تجي تنزله هنا. عيد الخطوه من بدايه او الحكي من بدايه. اي ثينك واي دونت ثينك نحددهم ونحط جواهم خط. شو هسه مثلا عندك هذا، هاي جمله اي هاف ستديد هارد فور ذا تيست سو اي ثينك اي ويل باس. هاي الاي ثينك حددناها. هذا الحكي اللي قبلها كل ينزل، الحد كلمة سو، حتى سو تنزلها، كل شيء تنزله. اوكي اوكي.
الاي ثينك تعال اشرح لي اياها بحذف. شو تنزل وراها؟ تنزل الفاعل الموجود اللي هو الاي، اللي هو هذا اي. استاذ افتهمت، نزلت الفاعل وبعدين شو اسوي؟ اذا حاذف اي ثينك خلي بمكانها شود، اذا حاذف اي دونت ثينك خلي بمكانها شودنت، مثل الورد. هسه انت هنا استاذ عيد لها الخطوه، انت مو كتبت الفاعل اللي ورا اي ثينك، انت اي ثينك حذفتها هاي كلها راحت. ايش كتبت؟ كتبت الفاعل الموجود وراها نزلته. ايش حذفت انت؟ حذفت اي ثينك. فاذا ايش راح تكتب؟ راح تكتب هنا شود. لطيف لطيف. بعد شو نسوي؟ الول واختصار الول، هذا اختصار يحذف ونكمل. الول واختصار الول يحذف وش نسوي؟ نكمل. الول واختصار الول شو نسوي؟ نحذفه ونكمل. هسه هاي اختصار الول تحذفها وتكتب الموجود باس. حذفناها وسوينا كتبنا الموجود. هسه بدون ملاحظات راح احل لك هاي الجمله، او تقدر تخلي الملاحظات قدامك حتى تطبق لك عليه. هنا انا قايل لك جمله، طبعا انا ناسي ان انا ما كاتب اكسبكتيشن، تقدر تضيفها من يمك. اكسبكتيشن معناها توقع، هاي حليها بالاكسبكتيشن. عندي هنا اي دونت ثينك، خلي جواها خط، لا تتعاجز لا تتعاجز، هاي بعقلك انت مو بتروح على اسئله تحط هاي الحركات، ترى قبل يصفرك. اي دونت ثينك تجي تنزل تكتبي شلون القبلها كلها تنزله. they learned a lot in the military so، هاي كل هالخرط السوالف الحكي كلش بي ينزل بالامتحان نزلناه. اكو طلاب يقول لك مرات اساتذه يقول لك احذفه. اني شوف راح احكي لك جمله راح اختصر لك اياها، تريد تحذف تريد تنزله بالحالتين صح. بالوزاره بالاجوبه النموذجيه يحذفونه مرات ومرات ينزلونه، فانت تريد تحذف تريد تنزل ماكو اي مشكله بالحالتين صح، بس للاضمن يعني الضمانه انه حتى ما لا خاطر خاف يجيك مصحح هي بالاجوبه النموذجيه ما حافينه وانت حافه يجي يشرحك بخطا، انت كتبه. اوكي كتبه زين. عندك هنا الاي دونت ثينك شو تسوي لها؟ تحذفها. تنزل الفاعل اللي موجود وراها اللي هو من هو؟ ذي. هاي الخطوه. الخطوه اللي وراها اخلي لو شد لو شدنت. استاذ انا شو اخلي هنا؟ انت حذفت الاي دونت ثينك، ايش راح تخلي؟ راح تخلي شدنت. ايش راح تخلي؟ راح تخلي شدنت. هسه هاي الاي دونت ثينك خلينا مكاشدت، الذي كتبناه هنا بعد ما يصير نرجع نكتبه مره ثانيه. الول اختصار الول شو نسوي لهن؟ نحذفهن ونكمل الجمله. وانت عندك اوكي. ملاحظه صغيره، نفس الترتيب هذا. لما تلقى از ولما تلقى ار، هذن اثنينات نحولهن الى بي وكمل. يعني ما راح تلقى ول واختصار الول، راح تلقى از وار، هذن لازم تحولهن المن الى بي. استاذ احذفهن. ليش راح اخرب حذف؟ لا حبيبي احذفهن انت صحيح احذفهن، بس حولهن الى من؟ حولهن الى بي. هسه راح اعطيك هنا مثال. يقول لك هنا انا ري رايت ذا سنتنس يوز شود اور شودنت، يعني معناها توقع. معناها شنو؟ توقع. اللي راح نسوي شنو؟ هاي الاي ثينك، هذا اللي قبلها كله ينزل. اي ثينك حذف. الفاعل ات، الفاعل شنو؟ ات. حتى لو ايش حاط لك هنا معود هو الفاعل شو يحط لك يا اكتبه. هي شي ذي ات ار يو وي ذي ذير ذس ذات اي شي خلي لك يا اكتبه. ايش حذفت؟ ارجع خطوه مره لخ، ارجع، هذا نسميها رجوع الى الخلف. نرجع خطوه. اي ثينك لما حذفتها لازم تخلي مكانها، ما يصير تعوف فارغ تخلي مكانها شد. زين اي ثينك خط انا شد، اذ ات كتبتها هنا. من بقى عندك؟ عندك والله اختصارها لو الاز، بقى عندنا الاز. الاز احنا نعرف نحولها الى بي ونكمل الجمله الباقيه اللي هي فاستر بلا 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 وتخلي نقطه ينتهي عندك. طلابي حلوه الامور؟ طيبه طيبه الامور. خلاص عندك موضوع التوقف. زين نيجي ناخذ الموضوع اللي بعده اللي هو موضوع الافعال السببيه. يا موضوع الافعال السببية، هذا الموضوع شوية صعب وشوية سهل. يعني شلون؟ يعني اكو بي شغلات سهلة واكو بي شغلات صعبة. شوف عندك ثلاث أفعال سببية، الميك هاي بعالم، والجيت والهاف
هذا اني بعالم الاخر. شنو قاعدة الميك؟ قاعدة الميك تقول أنا عندي فاعل والميك تسويها ميد وتنزل مفعول به وبعدها فعل مجرد. بعدها شنو؟ فعل مجرد. الجيت والهاف يقولون أوكي إحنا راح نستنسخها، الفاعل تنزله والجيت إذا قال لك استخدمها تسويها جوت، والهاف تسويها هاد، المفعول به نفسه اللي موجود بالجملة ينزل. بس هنا أنا الفرق عن ذيك هي التصريف الثالث. أوكي حلو حلو. شوف إيش وقت أستخدم هذا الفعل السببي اللي هو الميك؟ أستخدمه إذا لقيت بالجملة يا أما told أو ألقى because. أو ألقى شنو؟ because. لطيف لطيف. شوف حبيب، إذا لقيت told أو لقيت because راح تستخدم يا فعل سببي، تستخدم فعل ميك اللي هو هاي القاعدة مالته. إذا لقيت get و have إيش راح تستخدم؟ راح تستخدم، أو العفو، إذا لقيت بالجملة asked اللي هي هاي، أو لقيت بالجملة of، أو لقيت بالجملة شنو؟ لقيت بالجملة لا هاي ولا هاي، يعني ذني كلهن ماكو، لا ذني كل ماكو أي دليل، فهم راح تستخدم الجيت والهاف. المهم الثاني ما لي علاقة بالجيت والهاف، اعزل لي إياها، تعال لي على الميك. إذا لقينا told، إذا لقينا شنو؟ لقينا told بالجملة، إيش راح تستخدم؟ راح تستخدم قاعدة الميك، يا قاعدة راح تستخدم قاعدة الميك. إذا لقيت told شو تسوي؟ شوف حبيب، الجملة راح تجيك بهذا الشكل، فاعل told مفعول به to وفعل مجرد وتكملة الجملة. اللي راح تسوي انت هنا شنو؟ راح تيجي تنزل الفاعل الموجود قبل told، ايش مكتوب تنزله؟ وياي وياي هاي told راح تحذفها وتحط بمكانها made. هذا الوراها راح تنزل المفعول به، هاي to تحذفها وتكتب الفعل المجرد وتكمل الجملة. تطبيق مباشر والله والله، ما يعني سالفة جدا بسيطة. My mother told me to turn down the music. أعد كتابة الجملة بشكل صحيح مستخدما ميك. إيش مستخدم؟ مستخدم قاعدة الميك. قل له أوكي سهلة يا معود، إذا أعد عيناك أنا. شوف الميك إيش كم دليل بيها؟ لو told لو because. مرات ما تلقى because بس تلقى because of، عادي ماكو مشكلة يعني، المهم ماكو because بالجملة. المهم الثاني راح اقرا الجمله، شو القى بيها؟ القى بيها told، هاي told، هاي سهل الممتنع، تنزل اللي قبلها my mother ينزل. my mother ايش بي؟ ينزل. told اشرخها بحذف سويها made، شو تسويها؟ تسويها made. اشوف هاي المي تنزل، ابوي نزل المي، التو نحذفها ونكمل الجملة الباقية. turn down the music وينتهي عندك الحال، تخلي نطها خلاص. تطبيق مباشر، بس تريد تحفظها قول نشيل التولد ونحط الميد ونحذف التو ونكمل، قول نشيل التولد نحط الميد نحذف التو ونكمل، قول شو نسوي؟ نشيل التولد نحط الميد نحذف التو ونكمل. ها خلاص زين. إذا لقيت because شو تسوي؟ أو because of، هنا لا السالفة تختلف. عندك جتك جملة، شوف ركز لي هنا، أنا هاي الجملة شو تقول؟ عندك because، بس لقيت أكو عندك because، راح تروح أنت ومغمض تاخذ الموجود آخر كلمة، هاي آخر كلمة تكتبها هنا أنا وتحط قبلها ذا. إذا لقيت بس because آخر كلمة، شو تخلي قبلها؟ تخلي ذا. عندك because، ركز، راح تأخذ آخر كلمة، شبيك تمت قل وين صافن أنت؟ ركز وياي، الله يخليك. آخر كلمة تأخذها تخليها وين؟ تخليها بالبداية وتحط قبلها شنو؟ ذا. تنزل وراها الميد. شو تنزل وراها؟ تنزل وراها الميد. هنا أنا هذا الفاعل الموجود بداية الجملة، إذا كان هي راح أنت هنا شو تسوي؟ تسوي هم. إذا كان شي أنت هنا راح تسوي هر. إذا كان ذي راح أنت هنا تسوي ذم. لك والله العظيم سهلة جدا.
بسيطة. هنا أنا راح يجيك فعل، فعل ماضي. هذا الفعل هنا أنا لازم تجي أنت ترجع فعل مجرد وتكمل من تصل بيكوز حط نقطة، من تصل شنو بيكوز حط نقطة. شوف أنا هسه راح أحلك جملة، راح أحلك على أساس هاي الخطوات. Rewrite the sentence, use the correct form of make. استخدم make. الميك أنا عندي بيها حالتين، لو أم told لو أم بيكوز. زين أنا جيت هنا لقيت بيكوز، أول خطوة أخذ آخر كلمة اللي هي noise، أخلي قبلها شنو؟ أخلي قبلها ذا، صير عندك ذا نويز. بعدها نخلي ميد. لا تباوع الجملة بعد، خلاص عوف الجملة، بس خذ من هذول الكلمة عوفها. ارجع على أول كلمة اللي هي هي، اللي هي ايش راح تسويها؟ راح تسويها هم. خلاص راح، هاي انتهى الموضوع. عندك الفعل looked منتهي بإيدي ترجع إلى أصله، لأن إحنا قاعدة قاعدة الميك لازم تقول فعل مجرد ما يصير فعل ماضي. زين وراها تكتب الموجود لحد كلمة because outside وتحط نقطة وينتهي عندك الحل. حلو حلو. زين راح أجيك هسه على الملاحظة الأخرى. شو تقول هنا؟ تقول عندك the leaves fell because of the wind. The wind rewrite the sentence of the correct form of make. عوف لي هذا، خلي واللي ما اريده، هذا جزء من الحل عوفه. دائما انت من يجيك الوزاري جزء او نصف السنه جزء من الحل عوفه. اقرا لي الجمله الاصليه هاي. ايش عندي اني؟ عندي because of. شوف 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 شوف، انتبه 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 انتبه. عندي because of، ركز ركز. because of راح احكي لك الحكي، هذا الحكي قوي. شكو شيء بعد because of نزله بالبدايه، حط له 10 كلمات بعد البيكوز اوف نزلهم بالبدايه، حط وراهن ميد. شو تخلي وراهن؟ تخلي وراهن ميد. الموجود بدايه الجمله اذا هي هم، شي هير، ذي ذيم، بس هنا ما موجود ضمير، موجود ذا ليفز، نزلها كلها هنا. استاذ هاي سهله هيك، ما حولت يعني ما يحتاج احفظ تحويلات. لا ما يحتاج، قبل نزلها. عند الفعل فيل، أنا قايل لك بالمحاضرة الأولى قرأت تصاريف الفعل fail من أرجع لأصله شي يصير، يصير عندي fall، نصل because نحط نقطة وينتهي عندك الحل. زين أجي على الجملة اللي بعد، هسا هاي راح أدمج لك الاثنين، جزء من الحل عوفه ما عليك بي. حل هاي الجملة أستاذ، ما هذا مخربطني خاف، حل هسا راح نرجع لي. شوف عندي because of، هو قايل لي استخدم make. because of اللي موجود وراها كل ينزل، شكو شي ورا because of ينزل، نزلناها. نخلي وراها الخطوة الثانية made، قبل خلي made، من تكتب الموجود بعد because of قبل خلي made، قبل قبل انت مغمض. ارجع بداية الجملة ايش موجود؟ موجود عندك they، والthey ما يصير ينزل نفسه، راح يصير them. حلو، لو كان اسم ينزل نفسه شلون هسه هذا the leaves نزلنا نفسه، بس هذا they او he او she لازم يتحولن. الفعل arrived منتهي بإي، نحذف الإي والإي دي وينتهي الحل، بس هو الأصل هيك يعني الفعل arrive، بس شيل الدي من عنده وتنزل كلمة late من تصل because تحط نقطة وينتهي عندك الحل. هاي حالة احنا بدنا نحكي عليها، بدنا نحكي على حالة الميك، بدنا نحكي عليها حالة حالة الميك. زين نجي على الحالة الثانية اللي هي حالة الجيت والهاف. حالة الجيت والهاف، أول شيء إذا لقيت كلمة أست والمطلوب من عندك جيت وهاف، إيش راح تسوي؟ شوف 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 يا أخي، ما أعطيك ملاحظات وتعبك بيها، راح أعطيك رسم تشتغل عليه. هذا الرسم كأنه ما تحط، تخلي هذا الرسم شيء تخليه مخيلتك. هنا أنا فاعل، هنا أنا كلمة أسكت، هذا هنا أنا ورا الأست أكو خرط حكي، عندك هنا أنا تو، وعندك هنا وراها فعل مجرد، هاي الجملة تجيك في امتحان هيك أنا، وعندك هنا مفعول به. ايش راح تسوي انت؟ خلي اجيب قلم حتى الون، لانه شوي شوي صار فدجت هنا عداني. بس قلم واحد بدل يدق بسرعه بشكل صحيح. خلي اجيب قلم لاخ حتى نلون ونرتب الامور كلها. ركزوا معي هنا. فاعل ask خرط to فعل مجرد مفعول به، هذا شكل الجملة اللي يجي بالامتحان الوزاري أو نصف السنة أو الشهري أو whatever، يعني مهم يجي بالامتحان هيجي. راح تيجي تنزل الفاعل الموجود بداية الجملة، تخلي لو got لو had حسب المطلوب. إذا طالب من عندك هنا get تسويها got، إذا have تسويها had، تحط لي هنا هاي ذني، تحط لي هنا مربع
قل للهن to hell إلى الجحيم. وين توديهن؟ إلى الجحيم. أوكي حذفناها، إيش بقى من الجملة هسه؟ هذا الفاعل كتبته أنت، إيش بقى عندك من الجملة؟ صلخت أصلخ للجملة، راح تنزل الفعل المجرد بقى عندك والمفعول به. هذني تشقلمبة بسيطة، شنو هي تشقلمبة؟ تجيب المفعول به تخلي هنا والفعل المجرد الموجود تحوله إلى تصريف ثالث وتحط نقطة عندي. أهم شيء نقطة، ترى النقطة تطلق عليها راتب. زين نجي على هنا على هذا الحكي اللي أخذناه، نجي على هذا الحكي اللي أخذناه. خلي نجي، أنا أريد طبعاً الملاحظة تبقى موجودة. أوكي فأنت باوع هنا باوع يا على الحل تشوفونه. أي واضح باوع. My father asked someone to repair the broken window. Get. استخدم get. قل له أوكي. لقيت كلمة ask. My father ينزل اللي قبلها. شكو شيء قبل ask نزله. أوكي. إيش قايل هو استخدم get؟ راح استخدم got. ها طلابي. ها حبايب. خلي got. Asked الحد التو. إلى الجحيم. المن إلى الجحيم. الورد تو هذا فعل وهذا كل مفعول به. احنا نجيب بالبداية شقلمبة المفعول به ينزل هنا، المفعول به ينزل والفعل نحوله للتصريف الثالث repair، يصير عندك repaired. هذا ما موجود ضمن التصاريف، اضيف لأيدي وينتهي الحل. اوكي انتهي عندك الحل. استاذ والله ما افتهمت هاي شنو هاي، شو صعبة صارت علي السالفة. تعال خلي أعطيك لعب مثال لك حتى فهم لك الوضعية كلها. شوف لي الساي جملة 25 شو تقول. تقول I asked somebody to cut my hair. Rewrite using the correct form of have. نجي على الجملة الحلة. عندي كلمة asked، هو قايل استخدم have، يعني موضوع الأفعال السببية. أجي أنزل الموجود قبل asked اللي هو من هو؟ اللي هو الآي. نزلنا هنا، هذا نزلنا هنا. اوكي ايش قايل استخدم هاف؟ ايش راح تصير عندي؟ راح تصير عندي هاد. ايش بياني راح تصير عندي؟ شنو راح تصير عندي؟ هاد. اوكي زين، جيب الاست للتو حطها للمربع دفيهن وراها اصلخهن للجحيم تو هيل. اوكي حذفناها، بقت عندي الفعل والمفعول به. أنا أجيب المفعول به هنا my hair والفعل أحوله إلى تصريف ثالث. أستاذ الكات هو إيش هذا؟ بقيت نفس التصريف الثالث تجلد تحت عين أنت من أنت لك بوي. كات هو نفسه يبقى التصريف الثالث، واضح؟ شوف صار عندك فاعل، صار عندك هات، صار عندك مفعول به وتصريف ثالث. الجملة تيجي تفسخها ترتبها هيجي، هو الجملة مخربطة. انت ما تندل على اساس الفاعل، قل له اوكي ما راح ندل الفاعل بس انا هارون معلمني قال يعني لي هاي الجمله تجيك بهذا الشكل وانت تحولها هيجي. قل له انت ما تقدر لي ترى، انت اوكي انت وزاري او نصف السنه ما تقدر لي، واضح؟ زين اذا لقيت اوف بالجمله، هسه ما تلقى اس راح تلقى اوف. استاذ مو قبل شويه بالميك لقينا اوف؟ ديك بيكوز اوف هنا، أنا مو بس مو بيكوز اوف هنا، الاوف بحدها. هذا القبلها الاوف مفعول به، هذا البعد الاوف فاعل، هذا هنا فعل ماضي. وبين مطلب راح يقول لك استخدم get او استخدم have. شوف شوف احسب اربع اصابع، جيب اصابعك الاربعه، جيب لي اصابعك الاربعه، جيب لي اياهن اصابعك الاربعه خليهن يمك. شوف لي هاي ايش قد عندنا؟ عندنا اربع خطوات. عندنا هاي الخطوه الاولى نزل الفاعل، فاعل هنا نزله. هاي الخطوة الثانية، يا أما أخلي جيت تصير عندي جوت أو هاف تصير عندي هاد. خطوة يا خطوة الثانية، هذا المفعول به الخطوة الثالثة نزل المفعول به هنا، هذا الفعل الماضي الخطوة الرابعة تجيبه تخليه تصريف ثالث وتقول له اقعد يمك واسكت. تعال حط نقطة بالأخير لأن قلت لك عليها راتب لازم تخليه. زين هذا واضح، راح أعطيك عليها مثال. A photographer took a picture of the witness. يا أبوي يا أبوي يا سواد وجهي، شو صعبة هاي الجملة. Rewrite the sentence with the correct form of have. قايل لك استخدم have. لطيف لطيف. قل له أوكي أوقف. وحدة وحدة، هاي جملة وزارية.
شوف لي جملة ايش لقيت بيها ام لقيت والهاف. احنا لو نلقي asked لو نلقي of لو ما تلقاها اثنيناتهم. هسه اني ايش لقيت؟ لقيت الاوف اللي هي هاي. طلع اصابعك، طلع لي اصابعك الاربعة. هاي الاولى وهاي الثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة. سحر مو سحر؟ سحر. هاي الاولى ذا ويتنس تنزل، ذا ويتنس شبيها نزلها. هاي الثانية الهاف شو تصير؟ عافية بديت تستلم تستوعب انت. هاف تصير عندك هاد. الثالثة a picture، a picture عندك هاي تنزل نفس ما هي. يعني شوف استاذ انا خليت الاي عادي، خلي الاي وما تخليها ما ماكو مشكله، بس هم ما راح يحاسبك، بس الافضل خليها. من تلقى اي بيكتشر كار اي شيء خليها، اوكي خلي الاي قبلها. الفعل توك يصير عندك بالتصريف الثالث تيك وتحط نقطه وينتهي. هاي ام الاصابع الاربعه، اوكي اربع خطوات اشتغلنا عليه. واضح؟ واضح. زين اذا لا هاي ولا هاي، شوف هسه عندك هاي جملة ما عندك لا هاي ولا هاي، قايل لك استخدم لي هاف، بس أنا ما عندي هسه لا عندي asked ولا عندي of. اي استاذ شو اسوي؟ هاي ام لا هاي ولا هاي أنا اسميها ام الاشتقاق، ام الاشتقاق، ام الاشتقاق. يعني شلون تشتاق؟ باوع. اول خطوه نشتق من الضمير الموجود فاعل، اكو ضمير موجود راح تشتق من عنده فاعل. اثنين نضع had او got. ثلاثه شو نسوي؟ نكتب الضمير والاسم. أربعة نكتب الفعل بالتصريف الثالث. وكل نخلي ولندن عشان هايش شال خرابي طايدة. تعال لك بوي هاي سوالف تعبانة. تجيك جملة هنا أنا خرط، هنا أنا فعل ماضي، هنا أنا ضمير وياها اسم. هاي الجملة تجيك بالامتحان. انت ايش راح تسوي هنا يا محفوظ السلامه؟ هذا الخرط بالبدايه تحذفه، تخلي الفعل وضمير واسم تجي تكتبهن. هاي خطوه اولى نشتق من الضمير الموجود، نشتق من عنده فاعل. اذا الضمير الموجود اي، العفو ماي، حتشتق من عنده اي. اذا الضمير الموجود هيز حتشتق من عنده هي. اذا الضمير الموجود هير حتشتق من عنده شي. لطيف لطيف. هاي اول خطوه، خطوه الفاعل. بعدها هم تخلي لو جوت لو هات، خطوه ثانيه دائما ثابته نفس الشيء تشتغل عليها. خطوه ثالثه تجيب الاسم والضمير اثنيناتهم وتنزلهم، الضمير والاسم اثنيناتهم تنزلهم. الخطوه الرابعه الفعل الماضي تسوي تصريف ثالث. ويجي عندك الحل. شوف هسه عندك هاي الجمله هنا أنا. شوف هسه عندك هاي الجمله هنا أنا. طبعا خلي حاول قدر الامكان نطلعها حتى نشتغل عليه. Somebody stole my television. خرط عوف لي تعال طلع لي فعل ضمير اسم. هذا الضمير نشتق من عند الفاعل. الماي شي يصير؟ يصير اي. مو نحذفه بس هسه استاذ انت مو كتب مو سويته كتبت ليش ما حذفته؟ ما تحذفه عوفه خليه خطيه. قايل استخدم هاف راح تصير عندك هاد. ها بعدها تنزل الضمير والاسم اثنيناتهم تلفزيون. بعدها الفعل ستول بالتصريف الثالث يصير ستول. هاي هي الجمله المهمه اللي عندك وراح تجيك نفسها بالامتحان مع نصف السنه. انا لست بساحر ولا مشعوذا بس راح تجيك مليون بالميه. واذا ما جتك انا كل شيء ما اسوي مشكلتك. اجي راح تجي جمله ثانيه بس انت لمس التطبيق اللي انا شرحت لك اياه. يعني حتى يجيب لك جمله ثانيه اوكي خليه يجيب لك جمله ثانيه. يلا والله نعطيك جمله ثانيه العادي. خلي اعطيك جمله ثانيه وخلي بس انا خايف انا من عندك. تعال هنا somebody took her purse. انا راح اقول لك هنا استخدم لي get. يلا
عندك of بالجملة؟ لا. عندك بالجملة ask؟ لا ما عندي. إذن هذا خرط ما يلاقى بي. أول كلمة خرط، فعل اسم ضمير. هذا الضمير her راح يصير عندي شنو؟ راح استقبل عنده شيء. قايل استخدم get، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي got. وراها انزل الضمير والاسم اثنيناتهن her purse، اثنيناتهن حينزل. الفعل took يصير عندي taken بالتصريف الثالث وحط نقطة. شنو خايف من عدك انا بوي؟ واذا جاوبنا هذا شنو يعني؟ ترى ما نخاف احنا اصلا. عندنا موضوع العبارة الفعلية يا شباب، هذا الموضوع جدا مهم 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 بنصف السنة بالوزاري، موضوع ثابت بالوزاري كلش هواي يجي، يعني من أكثر المواضيع اللي أشوفها ثابتة بالوزارة هو هذا الموضوع. يجيك مرات اختيارات أو مرات يجيك رتب، سواء جاك اختيارات أو جاك رتب نفس الشيء هو يبقى. هسه راح نحل اثنينات باو عليه. هذا الموضوع عبارة فعلية، حتى تكون عبارة فعلية لازم تجيك جملة، هاي الجملة بيها حجم خربط، يعني راح أجيب لك هنا قوس هنا مخربط، يعني حاط لك الفعل بصفحة، حاط لك المفعول به بصفحة، حاط لك الفعل الحرف الجر بصفحة، حاط لك الفاعل بصفحة. أنت شو تسوي؟ تجي يا طلاب يا حبايب شو راح تسوي؟ راح ترتب حسب هاي القاعدة، تنزل بالبداية الفاعل، تعرف الفاعل I, you, we, they, he, she, it، ما أدري شنو، هذا فاعل. ورا تنزل مباشرة الفعل، لازم ورا الفاعل تخلي فعل، لازم ورا الفاعل تخلي فعل، وراها تنزل يا طلاب يا حبايب مفعول به، والمفعول به يا أما يكون ضمير أو يكون اسم. ضمير مثل شنو؟ مثل it، مثل him، مثل them، ها هاي تعتبر شنو؟ تعتبر ضمائر. مثل her، اوكي تعتبر شنو؟ تعتبر ضمائر مفعول به، يعني لازم فعل وراء مفعول به وراء مباشرة يكون حرف الجر. حرف الجر دائما 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 بالأخير، ركز وين يكون مكانه بالأخير، يعني إذا جيت خليت حرف الجر هنا الله يكسر إذا يكون إن شاء الله دا أسويها الحركة. طبعا هاي دعوة حب يعني مو دعوة كره، أنا ما أكرهك بس راح تضيع درجات والله، وأنا ما أريدك تضيع درجات. فبالأخير تخلي شنو؟ تخلي حرف الجر. يجي طالب يقول استاذ حرف الجر خليته ورا الفعل، شو تقول ينقصني؟ شو ينقصك؟ راح تك صفر ولك دهر دهرك إن شاء الله أكون، ما ينقصك راح تك صفر يعني هنا، شو تريد مثلا يسوي لك؟ فعل مفعول به حرف جر، أوكي؟ هذا إني أنا مخلي لك إياهن، الفعل turn، pick، try، take، switch، throw، give. مفعول به ضمير أو اسم. الحروف الجر هي down and on and in and out and with and of and up down كلمة away هاي هم تعتبر حرف جر، هاي كلها تعتبر شنو؟ تعتبر حروف جر. فزين نجي على هنا الجملة الأولى هاي I like these shoes، هاي جملة عفخت ولا تكتبها. Can I try on them؟ Put the correct order، put in the correct order، ضع بالترتيب الصحيح. قل له أوكي. كان اي ما يحتاج تكتبها، منطيك هو قوس قال لك صح هذني الموجات بين قوسين. الاي هو اصلا كاتب لك اياها، خلي لك اياها بعد خارج القوس عوفه. تنزل ورا الفاعل شنو؟ فعل اللي هو من هو تراي. ورا تنزل مفعول به اللي هو اون لو ذيم، استاذ يا معود ذيم تسوي انت بينا، هذا مفعول به ضمير، وراها تخلي حرف الجر اللي هو الاون وتحط نقطه وينتهي الحرف. ما افتهمت، تعال خليني افهمك. I can't remember when I took up it، بالله الاي ينزل وراها الفعل اللي هو took، وراها تخلي لو هاي لو هاي، شو تقول انت؟ هذا خلي بعيونك شو عينك وينها؟ افتح عينك، عينك اليسرى ولا اليمنى؟ تريد اليمنى ولا اليسرى؟ خليك لك لك يلا راح تختار؟ اي اوكي استاذ اختاريت. شو تخلي؟ تخلي الاب، من دهر دهرك ان شاء الله اكون، مو قلت لك راح تخطئ؟ افتح لي عينك مره ثانيه، شو وين عينك؟ اخلي بهاي اليسرى، هاي لا يمنى منها. زين ات تجي تخلي، لازم شنو؟ لازم تخلي ات لانه قلنا احنا الضمير او اسم، اوكي يجي بعد الفعل مباشره، وراها اخر شيء حتخلي حرف الجر اللي هو الاب. صارت عندك فاعل، فعل، ضمير، مفعول به، حرف جر. زين نجي على النقطة 33. Stamp collections is nice hobby. When did you it up take؟
did you uptake أو did you it uptake. بخلي لك هنا it حرف جر العفو ضمير عوفة، بخلي لك هذا up حرف جر عوفة، نزل منه نزل take. استاذ ليش ما كتبت الفعل؟ ما يحتاج، هو نزل بس هاي اللي بين قوسين صحيح انت، لأنه هو قال لك بس صحيح ذني بين قوسين. زين خلينا الفعل، من بعد الفعل يجي الضمير العفو المفعول به، اي المفعول به اللي هو حرف الجر، لا استاذ المفعول به لا هو المفعول به it، بعدها راح يجي حرف الجر اللي هو الاب او تخلي علامه استفهام انت عندك. اوكي كان يو تيرن ات داون لو تيرن داون ات، كان يو تيرن ات داون لو تيرن داون ات، تختار هذا اختيارات فعل مفعول به حرف جر، فعل حرف جر حرف جر مفعول به، يا هو راح تختار انت هنا تختار الفعل مفعول به حرف جر لو تختار الفعل حرف الجر المفعول به، اكيد الفعل المفعول به وحرف الجر. اوكي لان حرف الجر لازم يكون بالاخير دائما. زين نجي على الجمله اللي بعدها او اخر جمله، they will pick up him from the airport. عندك هنا الفعل pick، عندك هنا فعل فعل بيك، طبعا شويه تحمست هنا شقت هاي، اوكي ماكو مشكله. المهم هذا نزلت بيك اب حرف جر عوف ليا، نزل الهم، لازم تنزل شنو؟ نزل الهم، بعدها خلي حرف الجر اخر شيء اللي هو الاب وينتهي عندك. اوكي يا طلاب خلاص عندك موضوع العباره الفعليه. شنو الصعوبه اللي فيه؟ موضوع سهل جدا، تحفظ هاي القاعده فقط، تحفظ هاي القاعده راح تحصل انت درجه كامله على الامتحان، سواء جاك رتب او جاك اختيارات لازم تطبق هاي القاعده. الى هنا خلصنا قواعد الوحدات الاولى والثانيه والثالثه. طلاب حبايب قلبي انتم، بقى عندنا موضوعين اللي هن موضوع لف الشرطيه وموضوع السؤال المنقول. ذني لو يجي مهارون، لو يجي 10 من عندي ما اقدر اشرح لك اياها بمحاضره مال مراجعه لو ما ادري ايش يصير، والله العظيم ما راح تفتهم النهايه. بالنسبه لي في الشرطيه اقدر اشرح لك اياها بعشر دقائق او بخمس دقائق بس ما راح تفتهم. هي المشكله مو انه انا اشرح لك اياها بخمس دقائق، المشكله انه من اشرح لك اياها بخمس دقائق بعشر دقائق انت راح تقدر تفتهمها لو لا ما تقدر. تعرف ليش؟ لانه ذن الموضوعين يحتاج من عندك تقرا المحاضرات الاصليه. استاذ انا ما عندي وقت اقرا محاضرات اصليه، يا حبيبي هسه اقرا بس الاف الشرطيه على المحاضرات الاصليه، عوف السؤال المنقول، اقرا الاف الشرطيه على المحاضرات الاصليه، عوف السؤال المنقول، والسؤال المنقول ترى مو صعب بس ما اقدر اشرح لك اياه بمحاضرات مال مراجعه. استاذ انت خايف علينا وتحكي وبالمثاليات وتسولف لنا واني واني واخاف عليكم واريد اريدكم تنجحون، تجي بالاخير تخدعنا وتعوفنا ذني موضوعين علينا، انا عايفين عليك؟ أنا قلت لك روح أنت قراهن وحدك، أنا أقول لك روح قراهن على المحاضرات الأصلية، لأن ذني ما يصير أشرح لك إياهم بالمراجعة يا حبيبي، ولا أنا خايف عليك، ما أقدر ما راح أشرح لك إياهم، لأنه راح أقشمرك بهن، يعني راح أنا ما أريد بالأخير تقول لي عافية، أنا أريد بالأخير تفتهم، أنا أريد بالأخير تفتهم، يعني أنا هذا الغاية وهذا الغرض، بس هذا الموضوع التوقع، هو موضوع مثلا أنا شارحه بالمحاضرات الأصلية ساعة، بس أقدر أسويه بعشر دقائق، سويت لك إياه بعشر دقائق. هذني المحاضرات مال شنو؟ مال اختيارات، اقدر اسوي لك اياهم بساعتين، واقدر اسوي لك اياهم بعشر دقائق، انا سويتهم بعشر دقائق. اكو مواضيع طلاب تتحمل تقللها، تفتهمها، بس اكو مواضيع ما يصير، مثل السؤال المنقول كفر. اشرح لك اياها خمس دقائق، شنو خمس دقائق؟ والله ساعة يلا يخلص هو. وانا شوف المحاضرات الاصلية مسوي جزئين، وهيجي كاتر روحي، كاتر روحي اقعد افهم لك اياها بالقوة. تجي هسه تريد اشرح لك اياه بالمحاضرات مال مراجعه ما يصير، فذني الموضوع يعني يا طلاب يا حبايب انا جدا اعتذر وجدا اسف، والله العظيم مو قصدي اخليك على النص، بس انه موضوعين تحملني وروح اقراهم على المحاضرات الاصليه، واذا ما عندك وقت عوفني اقراهم ورا نص السنه، ارجع واكرر لان خايف عليك وحريص عليك ما اريد اشربتني عليك، هسه راح اشرح لك في الشرطيه بعشر دقائق، انت راح تتحمس تقول لي استاذ اليوم اروح على الوزاره وعلى نص السنه اكلهم اكل. طب تجيك جمله بلف الشرطي ما تعرف تحلها، لان انا شربت لك اياها شربت بالمراجعه، لان انت الجزء راح تعتمد اسعى المراجعه. السؤال المنقول نفس الشيء، هم اشرح لك عليه ثلاث جمل اربع جمل جزء تقول اي استاذ والله فهمت رحم الله والديك جزاك الله خير بالتعليقات ما ادري شنو، بس روح الوزاره طب او نصف السنه ما تقدر تحله. تجي تقوم تشتم وتسب، ليش؟ انا ليش اخلي نفسي بهيك موقف؟ وليش اخليك بموقف تعبان؟ فاقول لك ترى المحاضرات الاصليه خاطر تفتهم، لان انا احس
انه انا ده اشرح لنفسي ما ده اشرح لك لك، لان انا احس نفسي انا اللي راح اتاذى اذا انت تاذيت. فما اريدك يعني توصل مرحله تكره ماده بسببي، اريدك تحبها، اريدك تقول والله استاذ انا لما اروح بالامتحان ده احل ده اجاوب. هذا اللي اريده من عندك يا طلاب، فهذا الغرض من المراجعه المركزه. لذلك حبايب قلبي انت اطرهم على المحاضرات الاصليه، بس ذني موضوعا الخاطري اقراهم، واذا ما عندك وقت تقدر تعوفني ورا نص السنه، ماكو اي مشكله. المهم هذا المواضيع ما قاعد كل شرحت لك انا محاضرتين، المواضيع ما القواعد انا تقريبا اذا اريد اشرحهم كشرح اصلي يبقى عندك تقريبا 30 الى 40 محاضره، يلا نكملها كشرح اصلي محاضرات اصليه. فانا شرحت لك انا محاضرتين واتمنى اكون توفقت بهن، وان شاء الله اشوفكم بالمواضيع الاخرى لليونت الاول والثاني والثالث، وراح نضيف عليهن الرابع، لان الرابع بتمارين وبانشاء وبشغلات لازم نحكي عليها ونسولف بها. فبالمراجعة كل شيء راح ينزل لك ما عدا موضوع الرف الشرطي والسؤال المنقول، ذني ما اشرح لك اياها الا يبقى عمري 10 ثواني مستحيل. اذا اشوف هارون شارحني بمراجعة ركز انا اكذب عليه اضحك عليه. اي مدرس هسه اذا يشرح لك السؤال غير السؤال المنقول والرف الشرطي بخمس دقائق 10 دقائق والله لا تقرا عليه، ما يفهم لك اياها، بس مجرد يعطيك كفكرة عامة عنهن، بس لما تطب بالغميج ما راح تقدر تحكي. اوكي، لذلك انا اشوفكم ان شاء الله بخير، ضبطوا له القواعد حتى من تكملوا القواعد ان شاء الله راح ننزل شنو؟ راح ننزل لك المحاضرات الاخرى اللي هي خاصه باسقاطات توصيلات اسقاطات توصيلات تمارين اختيارات ادب وقطع الكتاب. خاطر نفوت انا في نصف السنه نجيب الدخول الوزاري ونفوت للوزاري مضبطين الماده ومفسخيه تفصيل. اوكي يا حبايب، ومشكورين مقدما على التعب مالتكم، وان شاء الله الله ما يضيع كل هذا التعب والجهد اللي تبذلونه خاطر توصلون للاهداف مالتكم وتحققوها. حرفيا انتم تستاهلون. الانسان اللي يوصل يشوف محاضره 50 دقيقه و40 و30 و20 ويخلص يومه كله قرايه ما يستحق الا الافضل، وانتم الافضل.